السلام عليكم خوتي خواتاتي داخل المغرب خارج المغرب، نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وانتم تشاهدوا هذا الفيديو. انا صاحبتي ناقشت في السنتر وجيت عند الاخ مايكل اللي كيحبوه صحاب الخارج كاملين ومغاربه، وراه معروف على صعيد العالمي ماشي صعيد الاقليمي. الله يخطيكم، وها هو سي حنا جينا عنده ان شاء الله. مرحبا بكم وتحيه خاصه لقناه فاطمه ام علاء الدين مليار دوفا، بغيتكم تابوناو عندها، ما عندها ما يتقول تبارك الله. اليوم غادي نخليكم مع واحد المقطع ديال الاغنيه الامازيغيه، نشطوا معنا ونشطوا الحاله. يلا ما تزابيش خليكم معنا، يلا على بركه الله. وتحية من جديد لقناة فاطمة أم علاء الدين. Yeah.